قبل ما ابتدي الموضوع بتاع النهارده، بس عندي تعليق بسيط. الناس اللي بتقول ده اغتنى ومعاه فلوس وبقى مغرور، يا جماعه طبعا اوف كورس، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا عارفين الفيوز اللي بتعملوها دي بفلوس قد ايه؟ المكان الهو اللي انا فيه ده اتس ماي هاوس. اي نيد تايم فور شوبينج شوبينج شوبينج، اتس كريزي ماني بجد، كريزي ماني. ربنا يخليك يا رب. وبعدين يعني حط نفسك مكاني، انت معاك فلوس كتير مش هتنبسط؟ وانا بعمل شوبينج اوكي وخلاص بقى، ويعني داخل محل كبير مش عايز يعني اعمل دعايه ليه كده، وبعدين قلت له عايز الحته دي، فبيقول لي معلش دي اللاست بيس. قلت له نعم. قال لي لاست بيس، انا بحسب لاست بيس ده يعني مرهم او دواء او حاجه، اتاري قصده، فهمت بعد كده هو لاست بيس اللي هي اخر قطعه. هي طبعا بالامريكان لاست وبالبريتش لاست، وقلنا التي في الاخر ما تبقاش باينه قوي زي ما قلنا في قبل كده، خلاص لاست بيس او لاست بيس. لكن اللاست بيس ده عامل زي استباحه كده، دي حاجه مريبه جدا. حاجه تانية برضو، لما تروح مطعم متاخر شويه ويقول لك ان هم بيقفلوا، فيقول لك معلش يا برنس ده لاست اوردر، يعني تقول لهم ده لاست تبقاش وزعلان قوي، انا مش فاهم يعني. اوكي طبعا ده لاست او لاست اوردر، لاست اوردر.